كابتن محمود صالح ثغرة فن الاهلي. ازي حضرتك يا كابتن؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ بقول لك دكتور. الله يخليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله يا كابتن. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. في رياضه ولا مفيش؟ بسيط. ايه ماشي ولا مش اكل؟ ماشي مش اكل يعني؟ لا ماشي كابتن. طيب تعالى خلينا بقى شويه كده. ماشي يا كابتن. ايه اخبارك؟ تمام الله يا كابتن. ازي حضرتك؟ كله تمام. سعيد انا شفت حضرتك. ده انا اللي مبسوط قوي ان انا حضرتك وحشتني كتير. الايام اللي كنا بنسافر فيها افريقيا. انت دلوقتي بتعمل ايه؟ انا شغال في الاكاديميه بتاعه النادي الاهلي. الاكاديميه؟ الاكاديميات عندنا اكاديميات تقريبا 16 17 اكاديميه. 16 اكاديميه في معظم مدن مصر يعني. يعني ده النشاط بتاعنا. موجود الكابتن شطه هو المدير الاكاديميات، وموجود انا، وموجود كابتن اكرامي وكابتن خالد جدالله، ومجموعه كبيره يعني الحقيقه. يمكن احنا بعض الناس بتقول لك ان بعض الاكاديميات بتبقى زي بيزنس دلوقتي بالنسبه لكل اللي موجودين في مصر. واللعيب بيروح الاكاديميه عشان يبقى عاوز يروح النادي الاهلي او يروح نادي الزمالك او يروح اي نادي اخر. هل دلوقتي بقى في علم بالنسبه للاكاديميه؟ انت عارف كره القدم بقت دلوقتي صناعه. هل طبعاً. الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي فيها علم؟ بتشتغلوا بعلم ولا مجرد ان اسم النادي الاهلي وانت بتختاره على ضوء؟ هو طبعا ما فيش شك اسم النادي الاهلي الكبير الحقيقه بيساعدنا كتير في نجاحنا يعني. نعم. احنا متواجدين في انديه اخرى. اكيد اكيد. بيبقى من الصعوبه انك تعمل اكاديميه وتنجح معاها. اسم النادي الاهلي والنتائج الكبيره خصوصا في الفترات اللي فاتت ديت فرق كتير معانا. احنا حققنا تقريبا يمكن اكبر دخل السنه دي بالنسبه للاكاديميات. هي الاكاديميات في النهايه يعني يا كابتن الهدف الرئيسي بتاعها هو الدخل المادي. الدخل المادي. انما برضو على فكره في لعيبه كتير في مواهب بتشوفوها في البلد. طبعا طبعا بتيجي في بنسبه قد ايه كده؟ من ال 16 مثلا اكاديميه اللي عندنا. لا هو بص يا كابتن، احنا طبعا الشغل في الاكاديميات غير قطاعات الناشئين. اكيد قطاع الناشئين اللعيب عشان يمثل النادي الاهلي ويخش القطاع انت بتعده عشان يطلع بعد كده الفريق الاول. بالظبط. لازم الاول بيتعمل له اختبار، لازم يكون يعني مستواه الفني كبير يليق باسم النادي الاهلي. انما بالنسبه للاكاديميات ده بيخش لاعب بنتيجه رسوم ماديه بيدفعها بيعمل كل الاكاديميات اللي عندك في فين وفين وفين؟ عندنا بالنسبه للقاهره الكبرى في كتير، في عندنا طبعا في النادي الاهلي في مدينه نصر، مركز شباب الجزيره، عندنا مدينه العبور، عندنا في القطاميه، عندنا فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، عندنا في اسكندريه. في اسكندريه طبعا، وعندنا في دمياط، وعندنا في المنصوره، وعندنا في المنوفيه، وفي طبعا في وادي ابلي. بس انسى بعض. أيوة. موجود في سوهاج واسوان. ودي تبقى مفتوحه طول السنه؟ 10 شهور تقريبا. 10 شهور. مفيش فتره زمنيه اللي هي بتاعت ازاي تنقي اللاعبين زي اختبارات كده ولا؟ احنا بنعمل منتخبات يعني مثلا مواليد 2010 مثلا في فرع مثلا الشيخ زايد. بتعمل منتخب للمواليد ديت وهكذا بقى كل الفروع عندنا وكل المراحل السنيه. بتعمل دوري. بتعمل دوري. وعندنا عناصر احنا اخترناها وان شاء الله مع بدايه الموسم هنعرضهم على قطاعات الناشئين. على فكره في لعيبه كتير كانوا بداوا في الاكاديميات ووصلوا الدرجه الاولى يعني. زي يعني مش متذكر دلوقتي بالظبط. بس في مجموعه كبيره يعني، مجموعه مش قليله يعني. مش قليله. وفي لعيبه طبعا استمرت في المراحل السنيه بتاعتنا وبعد كده التحقت بانديه اخرى. طيب احنا لسه الكلام عندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها. احنا هنقعد نشرب حلو ونتفرج على التقرير وبعد كده بقى نبدا حياتنا. نبداها من النوبه ولا من بلاقي الدكرور؟ ده اللي هنبدا فيه. ابو العيله. هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجري ونعود تاني مع نجمنا، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، كابتن محمود صالح او الدكتور محمود صالح حسب ما هو عايز احنا ننادي بيه.